السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في المدارس العربية الوطنية. كثير من الأمهات سألونا ماذا نفعل مع أبنائنا الطلبة خلال العطلة الصيفية. قولوا شو يعمل ابني في ظل الوضع، يعني ما عندهم إمكانية إنهم يطلعوا رحلة لكندا لأوروبا لبرا، الوضع المادي محدود، وحتى يعني إشراكهم بأندية وبشغلات هاي كمان يعني صعب شوي. فكتير منهم بيسألوا بقولك كيف نقضي العطلة الصيفية للطلاب لأبنائنا الطلاب. شاورنا عدد من الخبراء ورجعنا بعض المراجع، وجدنا بأنه العطلة الصيفية حتى تكون ممتعة يجب الاستفادة منها. أول شيء لابد من أن نضع خطة، يعني باقي شهر ونص تقريبا على بدء الدوام، الآن يعني 50 يوم ممكن أنه هاي عطلة لا بأس بها. نضع خطة للـ50 يوم القادمات، شو بده يعني بدنا نطلب من الطفل أو من الطالب نفسه إنه هو يشارك بإعداد هذه الخطة. إذا جينا قلنا قراءة ومطالعة، ما هم زهقانين إشي اسمه مطالعة وقراءة وأمور. الآن اهتمام الأطفال والطلبة والشباب بوسائل التكنولوجيا الحديثة اللي هي النت ومواقع التواصل الاجتماعي. هناك عدد من الأمور، عدة أمور يعني أشار علينا الخبراء بها، اللي هي أول وحدة بتعلم الرسم مثلا. نشتري له تلوين مائية أو زيتية دينار ممكن مع فرد شايتها مع اللي شو اسمه. هاي المهارة ممكن يخرب مرة مرتين ثلاثة، يعني ممكن انه نطلع من الطلبة فنانين بمجال الرسم ودون اي تكاليف. الطالب اذا جلس على المكتب وبلش اليوم خلط لون كذا مع كذا، طلع عنده لون كذا، صار بالفرشاي رسم، لو احنا رسمنا له المجسم وقلنا له لونه لصغار السن طبعا، هدول يعني في المراحل الأولى الثلاث الأولى يعني دون 10 سنوات، ممكن إنه هاي تكون بادرة، يوسخ حاله، وسخ المكان، وسخ الهاي. نختار مكان يسهل تنظيفه، نختار لباس يعني ملابس تكون يعني متوسطة، مش مشكلة لو انتهت، يعني خاصة إذا الألوان كانت زيتية يعني صعب إنه يطلع منها، ولكن بدنا نتحمل من أجل أبنائنا. ممكن إنه في اهتمام، بنجد إنه كتير من الشباب الأكبر شوي منهم اهتمامهم كبير بالنت، هم بالتلفونات، ياريت إنه يستبدلوا هاي الموبايلات بلابتوب أو بجهاز حاسوب حتى ما يأثر على النظر بعد حين. طب اهتمامهم هذا خلال حوله، إحنا بس نعدله عن المسار، يعني يتعلم برمجة. هذا الطالب إذا تعلمها ممكن في المستقبل يكون عالم، ممكن تعود عليه بأمور يعني أكثر مما هو متوقع. البرمجة مش ما بتتطلب مهندس أو يكون يعني مبدع. كثير مر علينا طلبة كثير بالأمور التعليمية لا شيء، ولكنهم في مجال الحاسوب والنت والتكنولوجيا مبدعين جدا، يعني أنا أعلم. يمكن الكل هذا أي تعديل أي شيء بالهاتف الأب أو الأم بيعطيه للابن، حتى موضوع ينزل شغلة، ينزل برنامج تطبيق معين، تجد بأنه الطلبة يعني مبدعين أكبر من الآباء والأمهات. فخلينا احنا نحول، بلاش تضل محصورة في امور تافهة اللي هي الجيمز وما الجيمز والشغلات، لا خلينا نوسعهم. اذا دخل، هي الخطوة الاولى انه يدخل في البرمجة، كيف يعني هي بس يتفاعل اول تفاعل، بعدين بنغمس فيها وبتعمق لوحده ما بحاجة. ولكن يفضل انه يكون لابتوب ولا يكون هاتف صغير زي اللي بيستخدموه. كان ممكن انه نجيب جهاز لابتوب باقل من 100 دينار. بعدين ممكن انه نستخدم التلفزيون والفضائيات واليوتيوب. اليوتيوب ثروة كبيرة فيه يا اخوان، لكل الاعمار، في افلام وثائقية رائعة.
يعني إذا ابني بحب أفلام بوليسية أنا بساعده، بفتح له على أفلام بوليسية. إذا ابني بحب أفلام الرعب بدنا نبعد عنها شوي. ثلاثة، ممكن إني أضع ابني عند محل لصيانة الكمبيوتر لو كان براتب، يعني لو بدينار أو دينارين يومي ممتاز. صاحب المحل بنبسط منه إنه الطالب رح ينظف له المحل، رح يقول له جيب لنا وصلنا قهوة إذا احتاج، رح يقول له ارفع العدة هاي حطها هناك، وشوي شوي بتعلم. فدينار ودينارين لا شيء إذا قدرنا نأمنه بوظيفة جزئية حتى إنه يتعلم مهنة. قبل إذا الولد ما شاء الله عليه يعني تفتح، قبل نهاية العطلة بيكون بفرمة الجهاز وبغير قطع منه، يعني ممكن إنه يبدع وتكون هاي مهنة له في المستقبل. أنا بحكي بشيء مش مكلف من مرة. مثلاً بقول له شو رأيك ندهن البيت، بجيب له فراشي وبشتري له ملشن، وبعد شوي شوي ممكن يعني هذا الموضوع، يعني على الأقل بلاش البيت، يدهن غرفته، حط طاولة وفيها كرسي، وبضلني أتابعه وبمسك له الذهاب بقول له اطلع ادهن السقف انت شوي شوي هيك. لو قضى يعني بدل اللي يقعد يوم أو يومين يقعد له أسبوعين مش مشكلة، بكون هون فرغ طاقة وعمل. هاي بلاش، في جمعيات خيرية ممكن يشترك في عمل تطوعي خيري، هاي مجانية على فكرة، بياخدوه على دور المسنين، بياخدوه على دور رعاية الأيتام. الجمعية نفسها تقدم مساعدات، هو يشعر إنه كونه هو بالجمعية هو مقدم، يعني هاي بزور المستشفيات وخاصة يكون مستشفيات الأطفال، هاي تغرس في داخله إنه يكون رجل عام مستقبلا. هذه أهم نقطة في بناء الشخصية العامة للطفل منه صغير. في جمعيات مختصة، واللي بده يسألني أنا بتصل، يعني مستعد إني أدله عليهم وأعطيه تلفونات هاي الجمعيات. الجمعيات هاي مجانية وهي خيرية وهي تستفيد من الطلبة، لا بتاخذ ولا بتعطي. هذا الموضوع بعود عليه مردود نفسي وإيجابي وبريح، يعني بشعره إنه هو شيء ثمين في المجتمع. إذا في إمكانية لو الأسرة نفسها ياخدوه كل أسبوعين ثلاثة، يعني على الأقل بما تبقى من هذه العطلة لو طلعوا لهم رحلتين بيكون ممتاز. أهم شغلة وهي أول شغلة لازم تكون في نوادي وفي جمعيات تحفيز القرآن والأحاديث والسنة هاي، ولكن للأسف صاروا يتقاضوا مبالغ عليها كثيرة. يا ريت هناك يكون في برنامج مجاني في جمعية المحافظة أو غيرها، لأن البعض بياخذوا 25 دينار من الطالب شهري وبيجوا يوم بعد يوم، فمع المدة أصبحت يعني شبه تجارة. هم صحيح بينفقوا الأموال على أعمال خيرية، ولكنها يا ريت إنها تكون مجانية 100%، لأن الأموال اللي يأتوهم من متبرعين وليست منهم، فيا ريت إنه يضعوا في عين الاعتبار إنه هاي الرحلات ويعني أو الدورات اللي بيعقدوها لتحفيز القرآن الكريم والحديث وآداب الطعام وبيحفظوهم، هذه ممتازة. في الختام يعني بقول إنه هاي الأفكار تساعد على استثمار الإجازة الصيفية، ولكنك لن تستفيد منها إلا إذا أحضرت ورقة وقلم وحددت أكثر الأفكار اللي تناسبك حتى تبدأ بإعداد الخطة فورا وتنفيذها لاحقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.